بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابنا الكرام، نكمل شرح دروس الإنفرا ووركس. إحنا في الدرس الخامس، وموعدنا النهاردة إن شاء الله إن هنعمل طريقة تانية لاستيراد الكيربستون، لأن الكيربستون عن طريق البارير الارتفاع بتاعه ما بيتظبطش، وإيه زي ما أنتوا شفتوا في المقطع اللي فات. المرة دي هنرسم الكربستون بطريقة ظريفة جميلة، هنشوف اللي هنرسمها ازاي. تعالوا في البداية انا هعمل بلوك وهنشوف احنا هنعمل بلوك ليه. انا هعمل مثلا بولي لاين، وهستخدم التعامد، هاخد 15 سنتي عرض البلوك، وهاخد 25 سنتي طول طول بلوكة. انا باخدها عشان خاطر الكيرفات اللي عندنا هنا، هطلع بقللها عشان خاطر الكيرفات تلف معايا. 15 سنتي، واروح عامل اقفل البلوكة. هقفل، انا عملت الاول بولي لاين، وبعدين هدوس بي انتر عشان اعمل بلوك. البيك بوينت اروح واخدها عاملها الناحية دي، واروح عامل سيلكت على البولي لاين انتر. هسمي البلوك، هسميه واحد مثلا على سبيل المثال، وقول اوكي. بقى عندي البلوك رقم واحد بالشكل ده. طيب انا عايز هاخد ديت منها كوبي بالشكل ده، هعمل اكسبلود، رجعت مدي بالبولي لاين عشان ما ارسمهاش من تاني، واروح عامل بلوك تاني بي انتر. دي هسميها 2، ديت رقم 2، وادي البيك بوينت. بدل ما كانت هنا، لا هاخدها هنا، واروح عامل هنا مختار مختار ديت. خلاص عملنا كل حاجه، اقول له اوكي. بقى عندي بلوك هنا، بلوك البيك بوينت على اليمين، وهنا بلوك البيك بوينت على الشمال. ديت واحد، وديت وديت 2. طيب انا عندي هنا الكربستون بتاعي اهوت اللي هو الازرق، هعمل الامر ام اي اللي هو الميجر انتر، هاخده هختار البلوك. هيقول لي بالبلوك ولا هيعمل ميجر عادي؟ لا انا هقول له هيقسم، انا خاط يعني، هقول له لا بي، اكتب حرف بي انتر بالبلوك. طيب انسرت اسم البلوك، هقول له واحد، البلوك عندي اسمه واحد انتر. هيقول لي اعمل له روتيت، اقول له يس. هيقول لي السيجمنت كام؟ انا عاملها 25 سنتي، اديها الضعف، هقول له كام؟ 50 سنتي انتر. شوف يا اخوانا عمل راح واخد راح مقسمها، عمل واحده فاضيه واحده واحده مليانه. ليه عملنا واحده فاضيه واحده مليانه؟ هنعرف. هاجي اعمل ام اي تاني انتر، اكرر الامر، اروح واخد نفس نفس الخط، هقول له بي بالبلوك، بس المره دي هاخد رقم 2 عشان اوكي. من هنا هتعرفوا انا ليه عملت البيك بوينت الناحيه الثانيه. رقم 2 انتر، يقول لي روتيت، اقول له يس. سيجمنت هديله نفس القصه 50 سنتي انتر. نلاحظ ان خد خد الجزء المسافات البينيه، وراح عامل عليها بلوك. نشوف هنا لفها، بس هلاقي في شويه لخبطه عند عند الكيرفات. الحاجات ديت طبعا اللخبطه عشان خاطر اصلا كيرف مش مظبوط، وهنا شايفين الكيرفات، المفروض ان الكيرفات ديت انا بتتعمل النص مثلا، بدل ما هي بدل ما هي احنا عاملينها كام؟ بدل ما احنا عاملينها مثلا 25 تبقى 12 ونص او 10 عشان تلف مع مع الكيرف كويس. طبعا ما فيش في وقت نعمل الكلام ده الكلام ده كله. احنا عايزين نعمل كل ده عايز اعمل عايز اعمل بلوكه بيضه، وبلوكه وبلوكه سودا للكيربستون. طيب انا لو جيت عملت هنا كده وعملت سيلكت سيميلر، شايفين هنا، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نكمل احبابنا الكرام، وهنعمل برضو نفس البلوكات للداخلي.
اللي هو ايه الخط الابيض ده، هنقول ايه للكربستون الداخلي. هعمل ادي ايه برضو ايه بي بي انتر ده هاخد برضو ايه، لا مش هنعمل بي، هنعمل ام اي لان البلوك احنا عاملينه ام اي انتر. اروح واخد الخط الابيض ده واقول له ايه بي انتر واحد انتر انتر 0.5 كده اول حاجة. هكرر الامر هنا هقول له بي انتر انسرت بلوك 2، هقول له ايه يس سيجمنت 50 سنتي. يبقى كده عمل ايه، عمل عندنا. ادوس اسكيب وهاجي هنا شايفين ده، ممكن عشان اعرفهم من بعض اخش مثلا ده كده واروح اقول له الايديت دبل كليك واروح واخد ده اروح مديله ايه مديله لون. انا كده رسمت الكربات، الكربات عملتها مربعات، المربعات دي هتاخدها على الانفرا واظهرها بايه بالارتفاع. ازاي هنعرف الان؟ شايفين ادي الايه ادي البلوك هنا الخارجي والايه خارجي والداخلي. انا عملت كده الايه، عملت كده الكربستون اهوت، عملته بلوكات وبالشكل اللي احنا ايه اللي احنا شايفينه ده. طيب لو انا جيت عملت كده وعملت سيلكت سيميلر هلاقي هيختار الاحمر فقط، ومش هنا بس، لا هيختار الاحمر كمان ايه في الداخلي والخارجي، يختار واحده ويسيب ايه ويسيب واحدة. لو انا جيت عملت هنا كوبي وجيت فتحت ملف جديد نيو وقلت له اوكي وجيت هنا عملت بيست اوريجينال كوردينيت، جيت رحت ايه الشكل ده، دول كلهم بلوكات، لا انا هعمل ايه اروح جاي كده حتى هو خدها بالبلوك بتاعه، اعمل اكس بلوت بالشكل ده وهاجي اعمل هنا ايه ماب اكسبورت واروح مصدرها شيب. يبقى انا صدرت شيب واحده وواحده بالشكل ده، يبقى احنا خدنا الايه خدنا الاحمر. طيب خلينا ايه احنا في الدرس اللي احنا في الدرس الخامس، ادي في الداتا هكليك يمين افتح مجلد ده هسميه اس اتش شيب فايل، ده هسميه كيرب كيرب وايت سيف. هنا اقول له لاين، احنا طبعا عملناه اكس بلود ليه؟ لان بلوك مش هيعمل شيب لاين، لازم يكون بولي لاين. انتر عملنا له سيلكت واقول له اوكي كده حفظ الايه حفظ الاول. طالما حفظته شيب خلاص انا مش محتاجه تاني، احذفه اجي هنا هاخد المره دي الايه الابيض سيلكت سيميلر لان احنا عاملينه بالبلوك وعاملين ميجر بي فهيختار البلوك نفسه بس فقط. اروح عامل كده ايه كوبي هاجي هنا بيست اوريجينال كوردينيت معلم عليها واروح عامل ايه اكسبلود، طبعا دي مش عايزها. هاجي اعمل ايه ماب اكسبورت نحفظ بالشيب فايل اعمل ايه بلاك هقول اوكي اختار لاين واختار كل دول واقول له انتر واقول له اوكي. يبقى عندي الايه عندي الشيب الشيب فايل.
في عندي وايت وبلاك. هطلع على الانفروركس طبعا الشكل ده. رجعنا احنا خطوه، احنا هنا مفيش عندنا كربستون، مجرد ال 15 سم اللي احنا المسافه اللي احنا كنا عاملينها جريدنج. لو احنا ايه نتذكر احنا عملنا جريدنج بالايه بالجزيره في النص، وخدنا الاروز وخدنا الايه وخدنا الخطوط الايه الخطوط الصفراء بتاعت الايه بتاعت الباركينج. ناقصنا ان احنا نستورد الايه الكربستون. بس بما ان الكربستون عايزين نستورده بطريقه كويسه وجميله. طبعا الكلام ده كله جاي فوق الايه فوق الجريدنج، احنا عملنا جريدنج للايه للسطح ده. هضغط هنا على هنا، معلش اسف، هنا داتا سورسز، هاجي استورد شيب فايل، مش كده؟ شيب فايل في عندي فين؟ عندي هنا في الدرس بتاعي على الايه على الايه كورسز انفر وركس. ادي الايه الدرس الايه الخامس داتا شيب فايلز. هاخد كيرب بلاك اوبن، استورد عندي الكيرب بلاك. عايزين نعمله كونفيجر، دبل كليك شمال، هضغط هنا. المره دي هستورده ايه؟ مفاجاه، هنستورده بيلدينجز. المره دي هنستورد بيلدينج، طبعا غريبه، هنشوف هيعمل لي كل مربع بيلدينج لوحده. بس بيلدينج ايه؟ 25 في 25 في كام؟ في 15 في ارتفاع كام؟ 15. يعني بيلدينج على هيئه كربستون بالشكل، هي دي الفكره يعني. هاجي هنا اختار الايه؟ الجيولوكيشن السورس، هقول له دراب. طيب هنا في حته عندي، ده هيعمل دراب على ايه؟ هيعمل لكل بلوكه دراب على السيرفس اللي هو الترين اللي عندنا. طيب لو انا جيت خدت، ليه ما خدتش الكربستون كله مره واحده؟ ليه؟ لان البيلدنج بيديله منسوب واحد، وانا عندي سلوب كبير جدا، هتلاقي مدفون من ناحيه وعالي من ناحيه. اما بالنسبه للكربستون لو اتحط على الارض الطبيعيه مش هتفرق معايا، هيفضل ايه؟ هيفضل فوق الارض الطبيعيه. انما لو خدت كل الكربستون شريط واحد كده، بولي لاين واحد كده مقفول، مش هينفع. ليه؟ لان البيلدنج بيديله منسوب واحد، مش هيخليه يمشي على اسلوب الايه على اسلوب الترين. ودي حته برضه لازم ايه لازم نعرفها. هاجي هنا من التيبل، التيبل شايفين ال 10 متر ديت، ده ارتفاع البيلدنج. ارتفاع البيلدنج انا هخليه كام؟ 0 بوينت كام الارتفاع بتاعه؟ 15 سنتي، ماشي. وهاجي هنا، هنا الروف، الروف هديله لون، هديله اللون الايه؟ هديله اللون الاسود. اوكي، لان احنا قلنا بلاك. هنشوف هيظهر عندنا باي شكل، نقول بسم الله. توكلنا على الله. شايفين يا اخوانا؟ ظهر عندنا الكربستون، بس المره دي ظهر بشكل جميل. شايفين الشكل ده؟ نشوف هنا، شايفين الشكل هنا؟ شايفين الفرق ما بين المرة دي والمرة اللي فاتت؟ استنوا كده، شايفين هنا؟ شايفين يا اخوانا الليفلز؟ طيب ناخد بقية الايه؟ بقية الكربستون. هاجي اعمل ايه؟ هنا شيب، ومن شيب هاخد الوايت اوبن. ادي الوايت، دبل كليك برضه، هاخد ليه؟ هاخد بيلدينج، وادي الجيولوكيشن، وادي التيبل، ادي 25 سنتي هنا الروف، هاخده باللون الايه باللون الابيض، هقول له اوكي. ايه تاني عندي؟ خلاص احنا خدنا هنا، هنا خدنا بيلدينجز. طب اقول له دي ما استوردتش.
ما استوردوش يا اخوانا عشان احنا ما عملناش دراب، فايه هدوس دبل كليك عليه تاني عشان ارجع تاني واروح عند السورس واعمل له ايه واقول له دراب دراب عشان ايه يلزقه في الايه. وهنا احنا كنا عملنا 25 غلطنا فيه، احنا هنعمله كام؟ 15. وهاجي اعمل كده وكده واقول له كلوز اند ايه اند ريفريش، هنشوف الكربستون هيجي عندنا باي ايه باي شكل، ونقدر نلون الكربستون بالالوان اللي احنا عايزينها ويطلع مظبوط عندنا. شوف يا اخوانا شايفين الكربستون طلع شكله ازاي؟ شكله بصراحه خطير يعني. ادي الكربستون بطريقه ايه جميله، قدمنا لكم ادي الايه، بس ده لونه شفاف، الماتيريال ده ممكن نغيره يعني، ممكن نغير الايه، ممكن الماتيريال ديت لو جينا غيرنا الماتيريال. بسم الله، انا ممكن ادوس من هنا، شايفين ده من هنا كده، خلونا نجرب ناخد ده كده اما اشوف ايه اخباره. غيرنا الماتيريال بتاعته كده، ندوس اسكيب. يعني بقى شكلها احسن شويه، شايفين لما نيجي ندوس على النقاط ديت الليفل عالي، شايفين الليفل فين؟ الليفل مساوي للايه؟ للكربستون. هنيجي نضغط بقى كده هنلاقي ايه، شايفين جه بالشكل ده، شايفين بس دي شفافه، شفافه لكن شايفين الليفلز جايه ايه. عموما يبقى ده الكربستون والباركينج بالشكل اللي احنا شفناه، ونبقى نكمل ان شاء الله في الفيديو القادم.